السلام عليكم خاوتي أزول، تحية لكم شاب زايري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم قناة أوروفين أكديزاد، قناة أخبار كرة القدم الجزائرية وخاصة الإفريقية والعالمية ومحاربة الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف، وتحية عطرة لكل شعوب المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا. حصة اليوم خاوتي نتكلموا على الاكتياليتي، هي الحملة الشرسة والممنهجة التي أصبحت باينة للعلن وتفتحوا زادوا فيها. وأنا هذه عجبتني بزاف الحملة الكبيرة اللي راهي في مواقع التواصل الاجتماعي، وشفنا الهايشر تمشيو معها، لأن الهايشر صايلة كيما داك القاطع، دير له هاكي تمشى، دير له هاكي تمشى، الهايشر تصفر منها الهايشر تبع نتائج المنتخب الوطني. شفنا هذا المواقع التواصل الاجتماعي، اصحاب الصفحات مافيا ممنهجه اللي نعرفهم واحد بواحد ونعرف كل الزعماء تاعهم، وجي الوقت اللي غادي نفضحهم بالاسماوات وبالصور تاعهم، لان هادو يتمشوا بالانتيري بالدراهم، تخلصوا يتمشى معاك، ما تخلصوش ما يتمشاش معاك. رانا نعرفوهم الي روتور، راهم يستعملوا نتائج المنتخب الوطني من اجل الضغط على رئيس الاتحاد، الضغط، تشويه صورة الرجل عند السلطات الدولة، تشويه صورته عند الجماهير باستعمال نتائج المنتخب الوطني. باللي هذا السيد والو، ولكن هيهات وهيهات، الدولة عرفت بعد صوالح وستكون محاسبة عسيرة لها اسمع الموقع. بعد نهاية مباراة أوغندا بإذن الله ونهاية البطولة ستكون محاسبة كبيرة لهذا الصحافات المأجورة اللي نصها اغلبيتها تابعه لعصابه سيدي موسى، تابعه لسائق الحافله وجماعه باسكو الانتيري تاعهم راح. وكاين بعض الصفحات اللي تبزنس وحاولت تدير ابتزاز الله رئيس الاتحاد باش يعطيها اموال ولا يعطيهم مزايا، ورئيس الاتحاد ما تمشاش في هذه الامور، سياو يديروا ضغوطات وما تمشات لهم، سي بورتا راهم انقلبوا ضد رئيس الاتحاد وليد صادي. وهذا يعتبر كما يقال ماهيش رجوله، ما راهمش ناس عندهم شخصيه، ناس تاع انتيري تاع سحت وتاع حرام. وانا نقول لهم كملوا كيما هاك، راكم غايه، لان الحمله اللي درتوها بزاف كثرتوا على اللي موصاكم، بانت باللي حمله ممنهجه بانت. وانا دروك نبرد لكم الفرفاره، باسكو حنا عندنا المصادر وعدنا كيما يقولوا حنايا، اعوذ بالله ان قلت انا وبعض الناس، عدنا كيما يقولوا عدنا المصدر موثوق، عدنا النزاهه، عدنا كل شيء. حنا ما نتبعوا لا عبد قال عيسى، هذا صادي جا باش يخدم كره القدم الجزائريه، ما عادش خاصو الشيعة. رديتوه باللي هو جاي ينتقم، رديتوه جا هو باش ينحي بالماضي. اصلا هاد الصفحات كانت ضد بالماضي، ودروك راهي تخدم بالماضي وضد الرجل. حنا تعرف بلي كاين ديزانتيري، كاين صفحات كانت ضد بالماضي الي روتور، ودروك راهي ضد صادي باسكو صادي ما تمشالهاش، ما قدروش صوالحهم مع صادي، كانوا يحوسوا على السوسو والانتيري. حنا هذي نعرفهم غاية العباد، نعرفهم غاية الغاية، نعرفهم فور تاع لي فور. حنا نتحدى أي واحد يكذب عليا دليل تاع ابتزاز، تاع تبزنيس، تعطيني ما تعطينيش، ولا عطيني باش نبيبلي لك، ولا ما عنداش. ونتحدى اي واحد يثبت عكس كلامي، نجبد روحي من لي ريزو سوسو. الحمد لله انا ناكل حاجه حلاليه لوليداتي، حلاليه الي روتو، هذه من الاخر نقولها لكم، انا مانيش الابتزاز في لي ريزو سوسو. خاطيني رئيس الاتحاد، اسكو رئيس الاتحاد هو اللي غير في الديره، اسكو رئيس الاتحاد هو اللي يدير خطه. انا نقول لكم هذا من برا، عهد تغيير رؤساء الاتحاد انتهى نهائيا. صادي غادي يكمل الموندا تاعو ويزيد بإذن الله عهدة لتكملة برنامجه، وانتم غادي تنبحوا. راح ذاك العهد تاع مدرب يبقى والرؤساء يتبدلوا، هذه كانت معاه بالماضي، زتشي راح، عمارة راح، زفزاف راح، جا وليد صادي، دا تسكية الدولة، دا تسكية الفيفا،
هذه ما تنسوش يا العايشة، الفيفا مدت تعليمات للدولة واجتمعت مع الدولة، قالت لهم بركاكم يسكم من تغيير رؤساء الاتحادات، راكم من الركتوحة، والفيفا كرهت منكم. قالكم قالها تاع فيفا لما ربح صادي، قال لهم يا جماعة لازم نديروا الثقة في الاتحادية هذه، ولازم حنا نمشي كل خطرة كل اجتماع يجينا رئيس جديد. صاي فيفا كرهت، الكاف كرهت، والدولة عرفت صلاحها بلي دروك لازم نستنتمروا في هذا الشاب وليد صادق. كي راكم تمدحوا باطل وتهضروا قالوا جمال بالماضي الهيشة راه يعاني الله أكبر، بالماضي ما يرجعش اللي كيما صورة، ما يرجعش، لأن الدولة تعرف صلاحها. ولا اللي ما تعرفوش كواليس الدولة وكواليس أعلى مستوى رقم هايشر، الدولة تكره اللي يلوي لها يدها، وهذا بالماضي وجماعته تحوسوا تلو يد الدولة. يا حسرة قديمة، هذه قديمة وفاتت، لويتوها بكري والدولة مازال عرفت بالماضي واش دار. مي كان جامي دار ندوة صحفية أو ديكلاراسيون وشكر الدولة على الإمكانيات اللي تعطيها لها، جامي دارها. جابوا له طيارات في الماتش باراج تاع كوب دي مود، ما شكرش الدولة على الجماهير اللي جابوهم لها في طيارة، ما شكر ما حوس عليه، جامي شكر، باسكو عنده كرون تاعو تاع قطر، وعلى بالنا الكرون تاع قطر شكون؟ تاع الحزب المحظور، كاع على بالنا بها، تاع ولد رئيس الحزب المفضوح اللي هو قاضي بالرياضة في قطر، والدولة على بالها بلي هذاك صديق مقرب للمقدس لخط الأوردي قوس قزح، الدولة على بالها. كانت غير تجيني فيه جيناته بلوكازيون بالريزلتا، ما كانش ريزلتا، راح تروا ايشاك كونسيكيتيف، كان كل خطره بدل الرئيس الدوله. ما تنساش بلي سنيتو لا كونترا سون اوبجيكتيف مع زفزاف، هذا بيت كوفيش لا كوم لاي لو عنده كونترا افيك اوبجيكتيف، دوك نديرو لها حساب باذن الله تاع الكونترا مع الكونترا. اما نقول لكم يا الخاوه، احلام سعيده، عهد تغيير رؤساء الاتحاد انتهى نهائيا. هذا بيتكوفيتش نعطوه الوقت باش يشتغل، عرفنا باللي ينجم يجي فايدة لجيري، مرحبا به، ما عرفناش باللي ما يجيش، رسميا الاتحادية غادي تقيله اليوم او بعد غد او العام الجاي او بعد عامين، وعنده كونترا افيك اوبجيكتيف، كونترا مع بعض الاهداف، ولو سالار تاع بيتكوفيتش الناس اللي يتم عليه يساوي 40% ما كان يتقاضاه بالماضي وطاقمه الفني. بيتكوفيتش والطاقم تاعي يدو 135,000 أورو. الستاف تاع بالماضي كان يدي فايت 300,000 أورو بار موا، اما انا نحتار وقلنا بالماضي السالار تاعو رد الاتحادية في ازمة مالية، اما انا روح وتلعبوا العيد، غير راكم تمدحوا باطل وراكم تهيشروا باطل، وهذو الانصار الاندية ومنا وتعلم سيئة وتعلم سيئة، راكم غير تعيو في لسانكم، باسكو ما كانش وحدين تقلشوا في هاد السنة مثل مولود الجزائر ومولود وهران، والحديث قياس، انتوما ناكلين الجميل، فهمتوا؟ على بلالي ذاتو ناحية حياة، باين سي تاع شوا راكم تتنابوا، يجي الوقت اللي يرجع ليكم ناسيونال، هذا ما كان. يجي الوقت اللي بلالي يرجع ليك النصر وممكن يكون اكوتي لا بلاك، وانتم الانصار تاع المسيا غادي تشوفوا بعينيكم بلي الشعب عارف عارف في بلالي. ودوك العام الجاي تلعبوا لمسيا كوب دافريك ونشوفوا واش ديروا لنا في كوب دافريك مع بلالي تاعكم، دوك نشوفوا الا تدوا ليك دي شامبيون ولا ديروا كيما السي ار بي. السي ار بي على الاقل لحقوا دور المجموعات، انتم الله يجيب الخير، نتمنى لكم غير خير لمسيا، نتمنى لكم غير خير في الخير. فوالا صادي والله ما تمسوها بشعره، راني قايل لكم من دروك صادي عنده الحمايه من عند الدوله ومن عند اعلى مستوى من الاخر، ومازال الصوتيه عندها تاع الدوله. سي بو هكا نبرد لكم في الفاره، والناس اللي راحوا يديروا حمله انتخابيه ويديروا سيبا حمله ولا صوتيه لتبون ولا مداو هذوك تاع البلوطه ومنا ومعاهم شي مشاكل مغضوب عليهم وراحوا بينوا روحهم في هذه الحمله تاع داك المخربش تاع بنكرينا، والله راكم تعيوا في بنكرينا حشاها لكم خدم بيكم وصاي، بقاكم روحوا بقاكم غير تروحوا تجيبوا حاجات ولا عمر قاعدين تخلطوا منا واحد طامع كيما هذاك وزير الخرشف ووزير هذاك تاع بوليزاريو هذاك كيسموه هذاك هذاك تاع السيوفه اللي كان قاعد بالسيوفه مازال يامل ويخلط، ايوا جي روح مالك روح روح.
العبرة بالخواتيم. هذا ما نقولكم، مهما أي نتيجة كانت للمنتخب الوطني ضد أوغندا وإن شاء الله يكون الفوز، فلن تمسون أي شعرة برئيس الاتحاد وليد صادي. وليد صادي راكم نايضين كاع هذه الحملة على أجل ملفات الفساد اللي خرجها، وعلى أجل المحاسبة، وغلقتكم الفانا هذه اللي غلقتكم. وأنا العبد الضعيف ما نافيغي ما ندي ما على بالي، انا الهدف تاعي هذا صادي ينجح لانه عنده نيه صافيه، وهذا اللي قمت عايرو تقولوا شيات اهدر على روحك، انباح انباح. ليسونسيال كلامكم يدخل منا يخرج منا، لا حدث صادي سيبقى في الاتحاديه مهما اي نتيجه للمنتخب الوطني، لان عهد رؤساء الانديه يتنحاو، عفوا رؤساء الاتحادات يتنحاو ويبقاو المدربين. هذيك الحمامة ما طارت، كانت في وقت الخط الوردي قوس قزح تاعكم دارها، ولكن الرئيس يتحاسب على العمل تاعو، على التنميه اللي غادي يديرها في الاتحاديه، ينحي الفساد في الكره الجزائريه، يرتب امور البطوله الوطنيه، يرجل التحكيم الجزائري، يوجد كل الامكانيات الاصناف الصغرى للمنتخب الوطني، وكل شيء لوجيستيك يكون مين يدير هاد الصوالح، هذا هو النجاح تاعهم. اما النتائج التقنيه فهي للمدربين، اللي يغلط يروح ما نقدسو حتى واحد. ولا خاوتي ان شاء الله نتمنوا نتيجه ايجابيه للمنتخب الوطني ضد اوغندا، وان شاء الله يكون لنا كلام ان شاء الله بعد نهايه المباراه باذن الله. تحيه لكم خاوتي، 1 2 3 فيفا لاجيري.